السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. اذا اخيرا 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 ظهور قائمه المنتخب الوطني الجزائري على موقع الاتحاد الجزائري لكره القدم، القائمه التي كان ينتظرها العديد من الجماهير الجزائريه وطالت يعني نوعا ما. اذا الناخب الوطني يفرج عن القائمه النهائيه، القائمه اللي راح تواجه المنتخب الكاميروني، فيها بعض الوجوه القديمة اللي عادت واللي تكلمنا عليها سابقا وقلنا احتمال كبير راح الناخب الوطني جمال بالماضي راح يستعين بعض الأسماء القديمة، فيها أيضا أسماء جديدة في المنتخب الوطني تلعب في دوريات الخليج، أيضا ربما إبعاد وجه معروف ويعني كامل المتابعي كانوا يظنوا باللي راح يكون لاعب أساسي. إذا سوف نقوم بقراءة على القائمة الرئيسية اللي راح تواجه منتخب الكاميرون. إذا بدون إطالة، حراس المرمى مثل ما هو معتاد، رئيس وهاب مبولحي، مصطفى زغبا، وأوكيجا، يعني بدون هذه يعني حراسة يعني ما فيهاش يعني إشكالية. في الدفاع فيها مفاجآت، في الدفاع رابي بن سبعيني ظاهر أيسر يعني مفروغ منه، يوسف العوافي اللاعب هذا تاع نجم الساحلي اللي كان يلعب في المنتخب المحلي في عهد مجيد بوقرة لما كان يلعب في وفاق سطيف، حسين بن عيادة، يوسف عطال اللي يدرب رجع من يعني بتدريبات لنادي نيس رغم انه عائد من اصابه وما لعبش مقابلات، اشراكه هيرجع للناخب الوطني، هل يلعب يوسف عطال وهو مصاب؟ هل يخليه في مقابله العوده تاع شاكر؟ الله اعلم. احمد طوبة، عوده احمد طوبة اللي ما شاركش في كاس افريقيا، جمال بالعمري، مهدي طهارت اللي صراحة بالأمس دار مقابلة كارثية ضد نادي الدحيل القطري وتسبب فيه هدفين، إن صح القول ثلاثة ليس هدفين، نقولوا احنا هدفين معلش، هدفين يعني كان هو السبب فيهم وكان خارج الإطار في المقابلة النهائية ضد نادي الدحيل القطري على الكأس، مقابلة اللي أجرات بالأمس لنهائي كأس القطر. إذا كان خارج الإطار، استدعاه الناخب الوطني ما ناش عارفين بروفيل، ممكن يحتاجوا في الصراعات الفرديه والهوائيه ما ناش عارفين. عبد القادر بدران اللي كان عائد من اصابه ورجع في المقابلات الاخيره لعبهم ضد المقابله الاخيره لعبها مع النجم لعبها مع ترجي تونسي. عيسى ماندي اللي يعني ماهوش يلعب بزاف مع نادي فيا ريال ودائما احتياط، تم توجيه له الدعوه. في وسط الميدان عندنا اسماعيل بن ناصر المايسترو، سفيان فيغولي اللي كان مصاب وما لعبش مقابله برشلونه، عدلان قديورا اللاعب اللي عنده 37 سنه تم استدعائه، هل بالماضي يريد غلق المساحات واللعب بعدلان قديورا خاصه في مقابله الذهاب ضد الكاميرون، وبالتالي محاوله منه انه يحد من خطوره وسط ميدان او يمتلك وسط ميدان منتخب الكاميروني لحد من الخطوره تاعو، عنده زامبو غويسا وعنده العديد من اللاعبين الاقوياء في وسط الميدان. سفيان بن دبكه، هشام بوداوي، عوده هشام بوداوي اللي كان مبعد في كاس افريقيا، ورامي الزروقي بطبيعه الحال. في قلب الهجوم فيها تغييرات، قلب الهجوم اسلام سليماني بطبيعه الحال، اسحاق بالفضيل، عوده اسحاق بالفضيل لاعب اللي كان يلعب في المنتخب الوطني عاود استنجد به جمال بالماضي، هل ربما يكون كبديل لاسلام سليماني؟ هل يكون في يلعب مقابله الكاميرون اللي فيها صراعات والقوه الجسمانيه والبدنيه والبنيه المنفروجيه والصراعات الهوائيه؟ الله اعلم. محمد بن يطولي يتكلموا عليه العديد من الصحفيين والصحافه وتلقى الدعوه، محمد بن يطول ما لعب ولا مقابله مع المنتخب الوطني وما عاشش اجواء المنتخب الوطني خاصه في افريقيا رغم انه لعب في وفاق سطيف في ادغال افريقيا، وصراحه انا كنت منيته هذا بن يطول يشارك مع اقل مع المنتخب المحلي اللي في بطوله عربيه، لكن للاسف هذه خيارات بوقره. الان اللاعب راح يكون في مهمه صعبه 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 جدا، هل راح يكون يلعب في هل يعني جمال بالماضي راح يشركوا في تشاكير او راح يبدا به في مقابله الكاميرون؟ الله اعلم.
يوسف بلايلي طبيعة الحال، رشيد غزال، رشيد غزال أيضا لاعب بيجيكتاش يعود في غياب آدم والناس، ورياض محرز طبيعة الحال قائد الفريق والكابتن. الشيء الملاحظ هنا استبعاد سعيد بالرحمة، سعيد بالرحمة اللي لعب بالمقابلتين الأخيرتين كأساسي، سواء مقابلة تاع الدوري الإنجليزي اللي تألق فيها وعطى زوز أسيست ليورمالينكو اللاعب الأوكراني، وأيضا المقابلة تاع اللي جرات ضد إشبيليا لعب حوالي 87 دقيقة، يعني لعب أساسي مقابلتين أسعب فيهم كأساسي، تم إبعاده آدم والناس بسبب إصابة. سعيد بالرحمة أسباب فنية ترجع للمدرب، لأنه سعيد بالرحمة جاهز بدنيا. يوسف بلايلي اللي عنده شوية مشاكل ومازال ما تأقلمش مع الريتم نتاع الدوري الفرنسي عكس البطولة القطرية أو البطولات الخليجية. مناش عارفين خيارات، دائما نقول ونعاود أنا جامي ننتقدوا الخيارات، الخيارات ترجع للناخب الوطني، هو اللي يتحمل المسؤولية، هو اللي يتحمل المسؤوليه. اذا الناس اللي تكلم على وجوه جديده ما كان حتى وجوه جديده، ما كان حتى لاعب وجوه جديده. بابريطو ماهوش في عمره 20 سنه او 21 سنه، بريطو فيه 30 سنه. اذا هنا الناخب الوطني حب يعتمد على ورقه الخبره، ورغم انه بريطو ما لعبش مع المنتخب الوطني، قديورا كما قلت عامل الخبره، العوافي يعني ما كان زدادكا، زدادكا الناس كانت تقول زدادكا وتيتيلار وعيط لزدادكا وما زدادكا، ما كانش زدادكا، رغم انه زدادكا محقق نتائج رائعه وارقام رائعه مع كليرمون فوت ومرشح للانتقال لنادي ليل، هذه اللي باش الناس تفهمها. ايضا في الدفاع ابعاد توغاي ابعاده من المنتخب الوطني، يعني تجديد الثقه في بدران، تجديد الثقه في جمال بن عمري، ورجوع طوبة، تجديد الثقه في حسين بن عياده، ويوسف عطال اللي مصاب عاد يعني فتره قليله فقط وملعب ولا مقابله بعد الاصابه، ربما يلعب مقابله هذه الجايه ما ناش عارفين. في وسط الميدان بن دبكة، سفيان فيغولي كما تكلمت وقلت عائد ايضا من اصابه اللي ما لعبش مقابله برشلونه في الاوروبا ليج. يوسف بلايلي ما هو يلعب، نقولوا يلعب لكن ماهوش يلعب دقائق كثيره، مازال بعيد على الريتم العالي وبعيد على الجاهزيه البدنيه ناقصه نتاعو، خاصه في الدوري الفرنسي اللي اقوى من الدوري الخليجي والدوري القطري. اسلام سليماني هداف. اذا هذه كانت قائمه المنتخب الوطني، فيها كما قلت ابعاد 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 بغداد بونجاح، بغداد بونجاح كان عائد من اصابه، وبغداد بونجاح رجع المده الاخيره لكن مازال بعيد على مستواه، نفسيا بسيكولوجيا بعيد، فنيا بعيد، واستدعاء بونجاح في الوقت الحالي انا بالنسبه لي نشوف ورايي راح يضر اللاعب اكثر من ينفعه، لانه يعني مع الجماهير الجزائريه اللي رافضه يعني مستوى بنجاح وساقطه على المستوى نتاعو هذا، لو ممكن يعيدوا ولا قدر الله تكون انتكاسه ولا حاجه، راح الشعب كامل يجي يضد بنجاح وراح يضر معنويا اللاعب. اذا الناخب الوطني يفضل انه بغداد بنجاح يعاود يستعفى ويعاود يرجع المستوى نتاعو، وفولو ربما بعد ان شاء الله نتأهلوا كاس العالم راح يرجع بغداد بنجاح. اذا كانت هذه هي قائمه المنتخب الوطني، كما قلت ابعاد بنجاح، هدموا الناس بسبب الاصابه، سعيد بالرحمه لاسباب فنيه لا نعرفها، راح ممكن يتكلم عليها الناخب الوطني ممكن في الندوه الصحفيه. زدادكا ما كانش، ناس كانت تقول زدادكا 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 لا يوجد في قائمه المنتخب الوطني. حماش ايضا ظاهر ايسر لا يوجد، اي نوري ويمكن لي جوار ثاني ما كانش. تجديد الثقه في جمال بن عمري وعصام ماندي وعدلان قديورا عودته، اللاعب اللي عنده 37 سنه اللي فضل الناخب الوطني، عامل الخبره و يعني الاحتكاكات خاصه في الكره العاليه مع المنتخب الكاميروني. اذا هذه قائمه المنتخب الوطني، نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني. في الاخير متقنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.